شكرا على الدعوة الكريمة. ومن غير ما أطول في النقطة دي لأنه ذكرها الدكتور حسام والأستاذ سيف، لكن سعيد جدا بأن المجلس يعني يعود لنشاطه لقوته السابقة في وقت مش بس مطلوب فيه أكثر ربما من أي وقت فات قبل كده في موضوع التنافسية، لكن كمان في وقت يعني إشكاليات التنافسية النهاردة غير اللي كانت موجودة حينما أنشئ المجلس وحينما بدأ عمله. فبتمنى ان المجلس يستعيد نشاطه ايضا بالتفكير في ايه دوره وايه مهمته وايه اولوياته النهارده اللي ربما مختلفه عما سبق الى حد ما. الحقيقه هو في يعني موضوعي هو مناخ الاستثمار، لكن مناخ الاستثمار موضوع طويل وكبير ومتشعب ومعروف جوانب منه كتيره. فأنا هحاول أتطرق لما قد يخص مش مسألة التمويل المشترك أو التمويل المختلط زي ما تحبوا تسموه، لكن فكرة الشراكة بشكل عام، فكرة الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص وربما أطراف أخرى طبعا من بينها الجهات المانحة والمنظمات الدولية، لكن فكرة الشراكة وعلاقتها بتطوير مناخ الاستثمار في مصر. إحنا قدامنا النهاردة أربع محددات رئيسية لإشكالية مناخ الاستثمار. الحاجة الأولى أتمنى وأظن أن يكون هناك اقتناع اليوم كامل ولو بتردد ولو بمخاوف، لكن اقتناع حقيقي ورجوع للاقتناع بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بدور أكبر بكتير للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري. يعني كل محاولات تحجيم القطاع الخاص أو وضعه في مكانه أو تقييده أو تكبيله أو فرض قيود ورسوم ومساحات محدودة لحركته في النهاية لا أظن أنها كانت تجربة ناجحة. وأظن أن كثير من مشاكلنا اليوم نابعة إلى حد كبير من تقليص دور القطاع الخاص في كل شيء، في الإنتاج وفي التصدير وفي التشغيل. فبعتبر أن دي مسألة أصبحت اليوم أحد المعطيات الرئيسية، إنه يجب العودة للاقتناع بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد.